أحبتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اليوم المبارك، في إطار نفحات دينية ونصائح دينية. اليوم سأكلمكم عن أدعية رائعة في القرآن الكريم، في كتاب الله. هناك من أصبحوا اليوم عبر الإنترنت يروجون أدعية بالقافية وبالهادي، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. تعالوا نرى بعض الأدعية، كتبت لكم جوج صبور وخلينا نقولهم لكم شفويين. انظروا إلى حسبي الله ونعم الوكيل ماذا تفعل، حسبي الله ونعم الوكيل. ويقول الله بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسبي الله ونعم الوكيل، ماذا قال الله بعدها؟ فانقلبوا، فسرعة الإجابة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم التالية: خوف من مكر الناس، وكما هم كثر هؤلاء الأفاعي البشرية في أي من هذه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد. خفت من الناس تابعينك بالأذى، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله يقول: فوقاه الله سيئات ما مكر، فوقاه الله سيئات ما مكر. عندما يخيك الله بالله عليك، شكون اللي غادي تخاف منه؟ دونك هنا هادو أردت أن أذكركم بأدعية من القرآن الكريم. ما الله، ما الحمد لله، لم ينزل القرآن عبثا، ولم يخلقنا عبثا، ولم يخلق الكون كله عبثا. إنك هنا il s'agit de Dieu، هنا أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى. كثير منا عن سوء نية أو عن جهل تيبانوا له شي حوايج كبار على الله، استغفر الله العظيم. يا أخي، أنت تسأل الله لا تجعل حدا ولا سقفا لطلباتك، طلب ما تشاء. المشكلة فين تكمن؟ وسأكررها ما دمت وأعطيكم بعض المرات نصائح في اليوتيوب هكا. اليقين هو المشكلة. دابا يجي واحد كيقول لي هذا حسبي الله ونعم الوكيل، هادي وتنقولها. راه المشكلة في اليقين. كيف تدرب نفسك على اليقين؟ تطلب طلب من الله وترتاح، الإجابة جاية. وعطيتكم ذاك النهار مثال على عمر بن الخطاب، وما أدرك عمر بن الخطاب. قال لهم: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. إجابة أنا مرتاح من جيتها، حيث الله لا يخلف الميعاد. والله صدق الله قوله، وصدق الله وعده. قال لك: ادعوني أستجيب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ شوف على تساؤل عظيم، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. يعني المشكلة فينا احنا، كنسولوا كنطلبوا الطلب وكنبقاو مسوسين من وراه، ولا متوجسين، ولا خايفين الإجابة، ولا مشي. رغم أن الله عطانا أمثلة القرآن لعلكم تتفكرون، وتلك الأمثال نضربها لكم لعلكم تتفكرون. لازم نتدبر ونتفكر ونتمعن في القرآن، ونفكر في كلام الله، ونفكر في المغزى منه، وإن شاء الله بحول الله تحس بواحد الراحة نفسية لا مثيل لها. نزيدكم واحد آخر، أيوب مثال الصبر، الصبر اللي اليوم شبه منعدم. أغلى عبادة وأحسن عبادة هي الصبر. شاف كل ألوان الأذى والعذاب، ومشاو ليه الأهل ديالو، ومشاو ليه ولادو، ومشا الرزق ديالو، ومشا ليه القصر ديالو، ومشات ليه الهيبة ديالو، و و و ثم جات بدات الصحة تنهار، ومشاو الزوجات كلشي مشا، بقات معاه وحدة. المعاناة ديالو صعب أنه يتخيلها الإنسان. و مشا واحد النهار تخدم في البيوت، المهم تحنت بزاف وباع الشعر ديالها وإلى آخره. فضاقت به وقال له: ربي، ماشي يا ربي، هذه يا ربي. بعد ما كاينش كل الادعيه في القران ربي، ربي هب لي ولكن لا ينبغي لاحد من بعدي، ربي اني مسني الضر ديال ايوب كنهضر عليها دابا، ربي اغفر لي ولوالدي. المهم دائما ربي، ما كاينش هذا ديال النداء، ما كاينش. علاش؟ اني قريب اجيب دعوه الداعي. حنا يعني كنقولوا غير لواحد بعيد: يا فلان
الله فهو قريب، ما تحتاج تقول له يا قول له يا ربي الله يسمعك، غير في خاطرك الداخل، ما تسرون وما تعلنون، يجي الله في قلبك يسمعك. دونك أيوب قال له ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويقول الله بعدها فاستجبنا له بسرعة فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معنا ماذا رحمة من عندنا، وماذا اللي مهم بزاف لينا احنا أصحاب الشكوك، وذكرى للعابدين، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كل اللي غايب جاي يقول لك لا وذكرى أيوب نبي وكلا لا، وذكرى للعابدين، تذكر تلاقت بك ما تمشيش عند فلان سير عند الله. ثم كنت انا كنقول للفتيات لا تبكي على الوسادة ابكي على السجادة، كاين اللي كتتأمل هذه الكلمة بزاف، كاين اللي ما تدي ما تجي، كاين السجادة غالية والو تشجع غير الشيطان يجي ينعتك، أما هذا بكيتي على السجادة يفتح لك الله أبواب الخير ويرزقك لك شي الأمل اللي متمنيه، بغا تجوجي بغا تخدمي بغا شي حاجة في قلبك تحقيها. ثم نزيدكم ديال صاحب الحوت يونس عليه السلام، ضاقت به في القوم ديالو داك الشيء، قهروه في الكفر ديالهم والجحود وهجرهم ومشى غضبان، بقى يبين ليه الله بلي انه لا هو رب من الله، انت عندك انت صاحب رسالة خاصك تكون مثال في الصبر والجلد. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ملي خرسوا في ظلمات ثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، بدا كيسبح، سدوا لي هاد كلمة يسبح، التسبيح ديالو عظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيه إقرار بألوهية الله والتسبيح لله هو الاعتراف بالذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شنو وقع من وراه؟ فاستجبنا له وكشفنا وأستغفر الله ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من التسبيح ديالو جات من بعد منها استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، باش ما يجيش واحد اخر صاحب نية سيئة يوسوس ليك يقول لك لا حتى ذاك نبي كذا، وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كاع المؤمنين غيجوا من مورا يونس الا ذقت بهم وناداو هذا النداء نجيهم، اذا عندك كرب عندك هم عندك دين عندك مشكلة جات مع على صدرك هاد الدعاء. قلت قبيلة تذكروا لي كلمة التسبيح، ايوه التسبيح شي حاجة كبيرة، التسبيح ينجي، الذكر كله استغفار وتسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله كل شيء هذه من المنجيات، وتقضى بها الحوائج والحوق لا حول ولا قوة إلا بالله لا مثيل لها. نكتفي بهذا القدر أعزتي في هذا اليوم المبارك، فقط أذكركم بساعة الإجابة ما بين العصر والمغرب في يوم الجمعة، ما تصليش لكن كون على وضوء، قرأ ما تيسر من القرآن، اذكر بزاف سبح بزاف واذكره حتى تخشع واطلب تعطى، ولكن بيقين تأدب مع الله سبحانه وتعالى قبل ما تدعيه، تأدب معنا كيف تأدب؟ أول حاجة تيق بأنه الله قادر، هذه إذا ما عندكش ما تبداش في الدعاء، سيب باربان باش تبدا بالدعاء وأنت ما عندكش هذا اليقين أن الله على كل شيء قدير وكل شيء عليه هين. ثم بدا في الدعاء ديالك في الساعة المباركة ما بين العصر والمغرب، وخاصة في الساعة الأخيرة اللي قبل المغرب الدعاء فيها لا يرد، ذكروها مزيان وادعوا واليقين من قبل، ولا تسأل إمتى غيجيني الرد، سيأتي كون على يقين وكوني على يقين سيأتي. اللي ما عندوش ذرية دعاء زكريا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ياك اللي بغى يتزوج وما خدامش بغى زوجة وبغى بيت والعكس، يعني الإناث والذكور دعاء موسى حجة، والدعاء دايما قدم قدامه شي حاجة، سي عمل حسن أو صدقة ولا شي حاجة كتفتح لك الباب ديال الاستجابة، إن الصدقة راه
تسد عليك 99 باب من أضعفها، يعني أنها تفتح لك أبواب الاستجابة للدعاء وتقيك غضب الله شبيتي وتشفي المريض، وفيها بزاف ديال المنافع. قدم صدقة، والصدقة ماشي غير شوية دي فلوس، ممكن عمل صالح، مساعدة لشي حد، كلمة طيبة، هذه هي صدقة طيبة. على أي مساعدة يعني خرج من بلاده متوجس خائف حيت قتل واحد من بني إسرائيل، بغى يقتلوه وهرب وجا وسمح في كل شيء. صبح بين عشية وضحاها مطارد، إلا شدو رقم غيقتلوه. تاني ما عندوش دار فين يسكن، وما عندوش عمل باش يعيش، وما عندوش زوجة تؤنس وحدتها. غادي تدخل القوم ديال سميتو مدين ولا شعيب، ما بقيتش عاقل شكون غيغفر ليا في هاد اللحظة هادي. المهم لقى بنات، جوج بنات، تي سميتو تيدود الغنم ديالهم، يعني كيحبسوها على المشرب لأنه كاين الرعاة. فقال لهم ما خطبكم؟ قال ودي حنا كان أبونا شيخ متعب، وحنا غير بنات، خاصو حتى يشربوا هاد الرعاة ويمشي واحد نسقيو. فساق لهما بدون نيات مبيتة ولا أجر ولا محذر، ومشى تك على واحد الصخرة ظلل بها وقال له ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بيقين وارتاح، صافي حط الطلب ديال عند الله، قال له إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتك. لم يطلب شيء، وكان ديك الساعة مازال ما جاتوش النبوة باش انتهى. بعد دقائق جات واحدة فيهم تمشي على استحياء، وطلبت منه يشوف باها، والقصة راه صارتها في فيديو أخرى قبل ما يطلع. تشرط عليه شحال يسرح عنده من حجة، يعني من سنة، وعطاه واحدة ابن واحدة زوج واحد من البلاد ديالو، وكمل داكشي اللي قال ليه. وفني كان غادي راجع، القصة راه معروفة، كلمه الله وكان كريم الله، وعطاه النبوة، وعطاه الرسالة باش يمشي عند فرعون. ثم ملي تعرفوا كذا، وكان بغى يقتلوا فرعون هو القوم ديالو، ودركهم بجيش جرار لا مثيل له. قالوا له صحابه اللي معاه، قالوا صافي نحن مدركون، صافي غيوصلوا علينا غيقتلونا. قال لهم كلا، شوف سيد، ها البحر، ها العدو جاي ليه بأقوى الأسلحة وأقوى الفرسان، غيلتهمهم غادي. قال لهم كلا، إن معي ربي سيهدي، معايا ربي هو اللي غيهديني، شنو ندير؟ ديك الساعة فأوحينا له باش يضرب العصا ديالو البحر وشق البحر، دازوهما وابتلع آل فرعون. دونك هذا هو الروعة. ومؤخرا انتم عارفين القصة، انه فرعون الجثة ديالو حللها واحد الدكتور في فرنسا باش داوها، ولقى بأنه فيها آثار ديال الغرق. هذه قصة أخرى، يعني نرويها لكم مرة أخرى إن شاء الله بالتفصيل. جمعة مباركة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. أستودعكم بين يدي الله الذي لا تضيع بين يديه الودائع، غفر الله لي ولكم وتقبلها منا أجمعين. اللي عنده شي أم ديالو يتهلا فيها لا تنسوا هذا، والوالدين بصفة عامة والأم بصفة خاصة، تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله.